بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم يا شباب. شرحنا الفيديو الأخير موضوع الباجينيشن. فضل نعمل هنا أو نعمل بحث من خلال الأجاكس ونشرح إزاي أعمل باجينيشن من خلال الأجاكس، إيه الفرق ما بين الباجينيشن العادية واللي بترجع لي من خلال الأجاكس. طيب عندي هنا أو الاندكس بتاعي أو شباب اللي عندي في الشفتات هنا كده، أظن نعمل إيه، نعمل بحث، تمام؟ فنعمله إزاي هنا كده يا شباب؟ ايه، تعال معايا. ايه كاردي بودي؟ كاردي بودي ده اخره فين معانا؟ اخره هنا اهو تحت. حلو خالص. هنا كده ايه هنعمل؟ نقول مثلا ايه الديف دي نديها مثلا اي دي. الديف ده اي دي، اي دي كده اهو يساوي مثلا اقول اجاكس، تمام؟ response search مثلا div. طيب وبعد كده شباب انا عاوز اعمل ايه هنا كده؟ مثلا هعمل رو، تمام؟ ده عندي 12 هنا كده. ايه انا عاوز اعمل بحث. طيب هنا عندي في شيفتات البحث بتاعي هيكون بايه؟ مثلا بنوع الشيفت ومن كذا الى كذا، تمام؟ اعملها ازاي؟ عندك كده في الكرييت، تعال معايا كده ايه ناخد مثلا دي الدفة دي كده اهو، كنترول سي نوع الشيفت، وهنا كده في الاندكس هعمل بيست، وهنا هخليها مثلا 3 فقط. افرش معايا اهو نوع الشيفت، تمام؟ هنا مثلا اقول لك ايه هنا اخليها بحث بالكل، تمام؟ وهنا اديله value all، وهنا الطيب بتاعي underscore search ده النيم وده الاي دي بتاعي، تمام؟ هنا ما عنديش كلمة all. هنا انا عاوز اعمل ايه؟ اعمل فقط ايه select، هعمل بيها ايه search بتاعي. طيب بعد كده عندي هنا في الكريت شباب من الساعة الى الساعة، لا هبحث بعدد الساعات اهو، كنترول سي كنترول سي كده اهو. هنا ايه هعمل بيست، وهنا ايه مثلا 3 من عدد ساعات مثلا توتال اور. هنا اقول مثلا فروم اور فروم رينج، تمام؟ وهنا الاي دي بتاعي، الفاليو فاضيه ما فيهاش حاجه، وهنا اشيل ايرور ده اهو، اخدها برضو الكوبي بتاعي معايا الى مثلا عدد الساعات، وهنا ايه اور 2 اديها نيم واي دي اعمل بيهم البحث كده اهو. طيب هنا هو ايه عنده مشكله، ايه مشكلته؟ نشوف معايا 12 هنا قلت له ايه ديف كلاس كلير فيكس، تمام؟ ريفرش. طيب برضه نفس الكلام. طيب هنا كده ايه لو كلاس خد رو وتحت هنا ايه قفلنا الرو بتاعنا وعملت ريفرش، تمام؟ عملنا ايه ريفرش. هنا نوع الشيفت. طيب لو قلنا مثلا كونتينر مش رو، كونتينر ريفرش معايا، يبقى ايه الرو ينفع معانا، هو ايه الرو. طيب هنا كده ايه اديله ستايل مثلا بادنج 5 بيكسل، ريفرش معايا. حلو كده انا ايه هعمل بحث بالكلام ده اهو. هنا المفروض انا ايه اون تشينج او اون انبوت على الكلام ده ويبدا يبحث معايا هنا. طيب احنا يا شباب فاهمين ازاي البحث؟ انا عندي ايه
بحيث لو انت اول مره تشتغل معايا على الاجكس فبس نفهم الفكره ماشيه ازاي. انا عندي هنا كده ايه، هنكتب كود تمام من خلال الجافا سكريبت ونستخدم مكتبه الجي كويري عشان ايه هستخدم فيها الاجكس ان انا ايه ابحث في الخلفيه، يعني من غير ما اعمل ريفرش الصفحه هنا ايه يغير ويغير لي المحتوى ده اهو تمام على وضعه الحالي. طيب انا ازاي اكتب هنا جافا سكريبت؟ انا ايه يا شباب عندي هنا اهو، لو فاكرين مع بعض لما عملنا صفحه الماستر بيج اللايت اللي عندي ادمن هنا كده اهو، جينا ايه في اخرها عملنا ايه بعد ما عملنا تحميل لملفات عندي جافا سكريبت والجي كويري تمام. هنا انا ايه طالما حملت معايا ملف الجي كويري اقدر اكتب تحت منه، هكتب ايه تحت منه ايه كود جي كويري، ما ينفعش اكتب ايه قبل منه. طيب انا عندي نو صفحه الماستر بيج شباب هي دي، وهنا عندي مكتبه الجي كويري تحت منها اكتب اكواد الجافا سكريبت والجي كويري وتشتغل معايا. طيب انا دلوقتي عندي صفحه اللي هي صفحه اللي هي الشفتات الحاليه بترس من الاب، انا دلوقتي عاوز هبعت ليها من هنا كده اكتب فيها كود، لكن بقى هقول له ايه الكود ده اهو خده وحطه فين، اعمله هنا اهو كونكات في صفحه الماستر تحت الجي كويري تحت ايه تضمين الجي كويري، فهيشتغل معايا اكن انا ايه كتبت فين، كتبت هنا في صفحه الماستر. طيب ازاي؟ انا هنا عملت يلد سكريبت، يعني بقول له ايه استقبل لي السكريبت اللي هيجي لك من صفحه التشايلد. انا عندي هنا اهو اهو شباب الاندكس تحت خالص كده اهو، هنا تحت اني سكشن دي هبدا ايه افتح سكريبت معايا، هقول له سكشن جديد اللي هو ايه اسمه سكريبت، ده اللي عندي في صفحه الايه الماستر، يعني بقول له المحتوى اللي انا هكتبه دلوقتي هنا اهو تمام اند سيكشن، المحتوى اللي هكتبه دلوقتي هنا اهو خده كده اهو وحطه فين، حطه هنا اهو مكان الكلمه دي، فهو كده يعتبر مكتوب معايا فين في الماستر ويشتغل معايا عادي. طيب هنا كده ايه ابدا اشتغل، عشان ابدا اكتب جافا سكريبت لازم اعمل ايه افتح تاج السكريبت بتاعي اهو شباب سكريبت واقفل التاج. طيب عاوز اقول له ايه بعد تحميل الصفحه تحت هنا كده اهو يعمل لها لود، يبدا ايه يشوف الكود ده اهو ويرن الكود بتاعي، فاقول له ايه اقول له الدوكيمنت دوكيمنت دوت ريدي تمام، هنا ايه ابعت نمط فانكشن فانكشن و هنا بقول له ايه عند تحميل الصفحه ابدا شغل الكود بتاعي. شوف كده مثلا عملنا اليرت تيست كده شغال ولا لا، ريفرش معايا عمل اليرت تمام. هنا ايه هبدا اشتغل معاك، هنا عاوز اقول له ايه شباب اعمل مثلا داله تمام فانكشن ميك او اسمها مثلا اجاكس سيرش، ده اللي عندي هندى عليها لما اعمل ايفنت معين. ده اللي تعمل ايه شباب بتاخد معايا ايه متغيرات، مثلا انا هنا عاوز ابحث بايه، شوف كده معايا هنا عاوز ابحث بالاندكس، هنا ايه نبحث قلنا ايه بنوع الشيفت، فانا ايه هاخد نوع الشيفت بتاعك اللي انت ايه مختاره. طيب تحت كده ايه اهو var ده جافا سكريبت، هجيب قيمه المتغير ده هو بالاي دي بتاعه دوت var، جبت ايه اول متغير معايا، بعد كده عندي المتغير الثاني والثالث اللي هو عباره عن ايه من عدد الساعات الى عدد الساعات اللي هو بالاي دي بتاعه، فهنا كده ايه هجيب ثاني متغير وهنا هجيب ثالث متغير 2 كده يا شباب كده ايه جبت ايه عندي متغيرات. هبدا كده اعمل ايه هبدا هنا ابعتهم في الخلفيه تمام، الكود هنا اهو هبعته بالخلفيه يروح فين، يروح معاك على الكنترولر بتاعنا
اهو شباب عندي هنا الكنترول بتاعي، هبعت الداله من خلال اجاكس هنا وترجع لي الريزلت وتعرضها عندي فين؟ في الفيو بتاعي. ازاي؟ هنا ابدا اكتب ايه؟ جي كويري. هنا بقول له ايه؟ جي كويري تمام دوت اجاكس، هبدا اكتب اجاكس. طيب وبعد كده هعمل ايه؟ هفتح هنا اقواس كده اهو جي كويري دوت اجاكس وقوسين بعد كده اقواس معكوفه، ويبقى هنا ايه ابدا اكتب ايه؟ اكتب ايه المسار بتاعي يو ار ال. طيب انا هنا اهو هروح على مين؟ على داله عندي في الكنترول بتاعي، فلازم اعمل ليه هنا اهو اعمل ليها راوت جديد. تمام طيب يا شباب، هنا كده اهو هنعمل راوت جديد من نوع بوست عشان اريح بالاجاكس. هنا ايه هنسميه مثلا اجاكس سيرش كده اهو، وهنا هيروح الداله اسمها اجاكس سيرش، وهنا ماشي خلي كده ايه نفس النيم تمام، وهنا ايه اجاكس سيرش. طيب هنا كده شباب ايه عاوز اقول له هنا اهو اول حاجه هنا ايه هبعت له يو ار ال، بقول له انت كده هتروح على انهي داله موجوده عندي في الكنترول بتاعي، فهكتب يو ار ال وهنا احط قيمه الراوت بتاعي. هنا كده ايه اعمل كده اهو سنجل كيوت، وهنا اكتب ايه اسم الراوت بتاعي. الراوت بتاعي كده اهو اسمه يا شباب عملناه اسمه ايه شيفت ستايبس اجاكس سيرش، ده الراوت بتاعي تمام. ده اول حاجه عملناها. بعد كده هبعت له ايه بعد يو ار ال ابعت له التايب، هروح بانهي داله. هنا بقول له ايه نوع الداله بتاعتي التايب، هتروح مثلا بالبوست. طيب بعد كده انت هترجع لي ايه HTML، تقول داتا. طيب يعني انت هترجع لي ايه؟ هيرجع لنا HTML. بعد كده يا شباب هعمل ايه الكاش بتاعتي هقول له فولس، يعمل لي ايه؟ وبعد كده ابدا ابعت له البارامتر اللي عندي. طيب انا عندي ايه داتا كده اهو، اول حاجه تبعت له السي اس ار اف توكن، لانه ايه من غيرها هيقول لك ان البيج اكسبايرد. انا كده ايه رايح بداله البوست، واحنا ايه شغلنا كله قبل كده لا في الفورم بتاعت البوست كنا بنعمل حاجه اسمها سي اس ار اف، فانا لازم ابعتها له. يعني هنا اقول له ايه كده اهو اندرسكور توكن، وهنا ايه ابعت له قيمه ايه التوكن بتاعتي اهو شباب كده اهو، قول سي اس ار اف اندرسكور تمام توكن كده اهو ايه هنا هيطبع لك قيمه التوكن بتاعتك. طيب بعد كده ابدا ابعت له باقي المتغيرات اللي عندي. طيب كاما كده اهو بعد التوكن ابعت له التايب سيرش اللي هي، ثم ابعت له تاني متغير وتالت متغير. تمام كده يا شباب، هنا كده ايه داتا هنا كده ايه هنقفل واعمل كما تمام، ده في حالة ايه الداتا. طيب الكلام ده اترن صح ورجع لي ريزلت، يبقى كده ايه سكسس، فاقول له هنا ايه سكسس تمام سكسس، وابعت له فانكشن واستقبل هنا متغير مثلا هرجع لي منه، وفي حاله ان عندي مشكله يبقى عندي ايرور فانكشن تمام، واعمل ايه شيء معين. طيب هنا هو لما يرجع لي داتا HTML انا هحطها فين؟ هحطها هنا اهو، قلنا ايه عندي في الاندكس اللي عملناها فوق، عملنا اهو شباب الديف ديت اديناها ايه ID، هنحط فيه
الكلام اللي هيرجع لي من بحث خلال الاجاكس. فهنا كده اهو تحت هنا اقول له ايه في سكسس، تحط في محتوى الديف ده دوت اتش تي ام ال مين الكلام اللي هيرجع لي اللي هو الداتا ده، تسميه معاك اي اسم عادي. طيب في حاله اللي عندي مشكله اليرت مثلا هنقول له ايه، عفوا لقد حدث خطأ مثلا كده اهو. طيب تعال معايا كده اهو على الكنترول بتاعنا نعمل تيست. مثلا هنعمل الداله دي فانكشن مثلا كده اهو public function ajax search مثلا كده يا شباب. طيب هنا انا ايه هنا الداله دي امتى هندع عليها؟ لما يحصل تشينج على حاجه معينه عندي صح. طيب هنا عاوز اقول له ايه، لما يحصل تشينج على اي حقل من دول يبدا ايه يندع الداله دي. اعمله ازاي؟ هنا بقول له ايه، اقول له document dot on هنا ايه هبدا اعمل event. طيب on ايه بالظبط؟ change تمام. وهنا ابعت له الاي دي اللي هعمل عليه ايه change. طيب هنا ايه مثلا change على مين؟ على طيب search تمام. اعمل ايه هنا ايه هبدا اعمل function نوع anonymous وهنا فيها متغير وهنا المحتوى بتاعها. ايه المحتوى بتاعها؟ اندع الداله دي اقول اجاك سيرش انها لعداله البحث. شرح مع مين برضو؟ لما يعمل اون انبوت على مربع البحث الاولاني وبرضو يعمل ايفنت اون انبوت على مربع البحث الثاني. اهو يا شباب هنا عندي ده اون تشينج وهنا مدخل قيمه يبقى ده اون انبوت مع الادخال وهنا مع الادخال. يندع على مين؟ على داله البحث بتاعتي اجاك سيرش. شوف كده معايا كنترول اف 5 افتح لي كده انسبكت اليمنت او اف 12 عندك والنتورك عشان نشوف الريكوست اللي هيتبعت هنا اهو تمام بالاجاكس. هنا مثلا ايه قلنا صباحي اهو شباب عمل ايه؟ ندع على ده اسمها شيفت طيب اجاكس سيرش. هنا ايه بعت لي متغيرات اهو شباب بس قال لي هنا ايه شباب بريفيو هنا ايه قال اوكي راح معاك تمام. لو شوف كان معايا مثلا تسلم معايا كده اهو هنا بقول له ايه لو جالك ريكويست من اجاكس عاملها ازاي. هنا كده ايه استقبل ريكويست هيجي لي تمام. انا عندي ريكويست هيجي لي من خلال البوست تمام. فيقول لك ايه ريكويست عندي ريكويست هيجي لي. هنا بقول له ايه لو الريكويست ده اللي جاي لي كان من خلال الاجاكس انا عاوز يتفعل بس معايا من خلال ايه الاجاكس. هنا ايه هعمل كود معين مثلا اقول لك ايه ريتيرن مثلا كده اهو اتش 1 كده مثلا واتش 1 مثلا اي حاجه هرجع كده مثلا ايه بالشكل ده اهو كده كنترول في 5 معايا مثلا مسائي ده اللي ايه راح عليها رجع لي ايه رجع لي ريسبونس. يبقى انا كده يا شباب فهمت النهارده ايه ان انا عندي ماستر بيج عملنا في اخر محتوى بتاعها من تحت اللي هو ايه جبنا فيها الجي كويري كله وما فات الجافا سكريبت. هنا عملنا يلد سكريبت عشان هستقبل الجافا سكريبت اللي هتتكتب في ملف الابن وتبعت للاب في المكان ده اهو. هنا في الابن عملنا سكريبت جديد اهو فيكشن سكريبت ده ايه معناه بقول له الكلام ده كله خده كده اهو استبدله مكان اليلد اللي واخده النيم سكريبت اللي عندي فين في البيرنت تمام. وهنا فهمنا ايه ازاي افتح هنا ريكويست جي كويري تمام وازاي ايه ابعت قيمه يو ار ال بتاعي وبعد كده ابعت التوكن والمتغيرات اللي عندي واستقبل ريسبونس ترجع لي وهنا ايه اتست عليه. طيب ان شاء الله تعالى باذن الله الفيديو القادم نشرح ازاي نعمل البحث. فكونوا معانا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.